بالمستوى العالي هو يختار الأفضل. هذا خطأ آخر وسيكازويل لم يحتسب هذا الهدف. أربعة كان على حق أم لا؟ هذا السؤال أيضا يطرح كابتن طارق. الهدف هذا الثالث شنو هذا؟ الهدف الملغى، أي رأيك فيه؟ ما شفتوش أنا وقتاش هنسجل. ما شفتوش وقتاش سجل هدف هذا؟ حتى الحكم ما شافوش. حتى الحكم ما شافوش هدف هذا. لا بصراحة اليوم أخطاء، نقولوها بصراحة كان ممكن يخرج الفريق من الشامبيون ليغ. إيش رأيك في الهدف؟ هدف؟ 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 ما نحكوش على الواحد. هذا واضح. هدف. نقول أخطاء فاتحة. يعني من أبرز اللاعبين بالنسبة. والحكم إذا قال هذه ضربة جزاء فأعتقد بأنه حكم. نرجع للكورة. فايس بن أحمد، ماهر كنزاري. ماهر كنزاري، فايس بن أحمد، فايس بن أحمد، فايس بن أحمد. وثم مخالفة، لكن الحكم يطلب اللعب ويعيط الرقم 8. رقم 8 وهو عبد الكيف الجرندي، عنده إنذار، عنده ورقة صفراء الأولى، وإذا كان ياخذ ورقة صفراء الثانية هذا يعني أنه الورقة الحمراء. إذن الحكم حوار كبير، حوار ساخن، هذه عاد العملية التدخل. الحكم مصر على توجيه الإنذار. أنا لاحظ لاعبين الترجي بصراحة ما نقول قال شو يعملوا غادي، مبدئيا كانوا موجودين في المناطق نتاعهم يستناو قرار الحكم، حتى أنه الحكم مصر على تخريج ورقة. على كل إلى حد في دورتها الأولى في شكل الجديد، بينما صاحب اللقب هو أسك الإيفواري. إذن خروج عبد السيف جرندو. صرنا حاليا إلى 15 دقيقة لعب، توقف اللعب بقرابة 3 دقائق. واللسان في اللعب بتنفيذ شقول الحكم، تنفيذ مخالفة أو إسقاط الكرة. الحكم يتوجه للمساعد الأول نتاعه، والبنك احتياط الرجل البيضاوي يظهر الأمور ماهيش على أحسن ما يرام بعد خروج اللاعب. أكيد يتأثر الفريق بالخروج لاعب، لكن في أي مباراة أخرى وفي أدوار أخرى صار أنه لاعب التقى ورقة حمراء منذ الدقيقة الأولى. والمدرب السيد الكور فلوني قال للمدافع هشام صباح باش يقوم بحركات تسخينية. إذا الحكم يعلن على ضربة جزاء، ضربة جزاء، ويرجع اللاعب تلقى ورقة حمراء إلى الميدان. شوفوا الحكم إلى شيء يتعرض إلى هنا، حقيقة مش معقول، إلى العنف إلى التعنيف. إذا الحكم يعلن على ضربة جزاء، يظهر أن الفريق المغربي رفض هذه ضربة الجزاء، يرفضها. على كل ما زلنا اللاعب متوقف. بالنسبة للترتيب بالنسبة لكأس الأندية، كأس رابطة الأبطال الإفريقية، كل اللاعبين نشوف من هذه الزاوية، من هذه الكاميرا، هذه الرأسية فاتت من شريف. ده مش مارادونا، ده مارادونا يتعلم منه، ده مارادونا يتعلم من إنرامو. مش ممكن، لا 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 لا. يعني إذا كان هدف مباراة الذهاب وتكلمنا وتحدثنا وقلنا وكان هناك جدل، يعني هل هناك تعمد من فضل؟ ديك إلى حمدي النجازي، سريع حمدي النجازي، وفما مخالفة، بالفعل فما مخالفة، مطالبة بإنذار، يلزم إنذار، إنذار في وجه اللاعب رقم 20 أعتقد، ورقة حمراء. الناس كانت تخاف من سليم شيبوب فعلا بأي طريقة؟ تخاف خاطر نسيب الرئيس عنده الوسائل الكل باش يقلق. أنا حضرت في مقابلة ما بين النادي الإفريقي والترجي، حكم غير نذكر الاسم نتاعو احترام الوقت وكل شيء، معناها كي يهز مثلا أورجو كلم سليم شيبوب من البنك، هبط يدك هكا. أنا حضرت في الفريق الوطني وهبط يده وهبط يده وهبط يده ولا. ثم أوقات ثم حكم يبدا يجري جوار من الترجي يقول له تيح باش يعطيك بيلانتي، معناها راهو الظلم تسمح هذوما. وفي النادي الإفريقي صراحة الظلم اللي كان مسلط على النادي الإفريقي من سليم شيبوب
1000%. كان الوحيد الله يرحمه شريف باللمين إلا وقف له ويقول له، هو عنده الفلاحة يقول له عندي المولى من فوق ربي كسب المطر، ما ثم حتى واحد يحكمني في رزقي، الوحيد اللي وقف له. أما الباقي الكل كان قوة جبارة، حتى جوار الترجي نحكي لك مرة سيريدا في أوتيل جولدن توليد في طرابلس تاع منتخب، جي صح الملاعبين نتاع الترجي شنو جاي معاه في الأوتيل؟ الكلب نتاعو، كلب معناه كلب بوكسر كبير داخلي في أوتيل، في أوتيل كبير يهبط جوار الترجي حاط بهذا الكلب يصحو بالخوف، معناه هذه أمور واقعية يعرفوها الناس الكل. إنسان ظالم، إنسان هلك كرة القدم، دخل فيها الرشوة، دخل فيها المشاكل، دخل فيها الحكام. شفنا صار للترجي احنا في مباراة في نهائي كاس رابطة الأبطال في غانا، شفنا عدة صحيح، معناه إنسان هذا إنسان فسد كرة القدم التونسية في فترة 10 سنين. ولم تستحي ويطلع يحكي ويقول نظام، ويطلع يقول في البلاتوات ويتكلم على كرة القدم. ما كانوش في كل في عهد سليم شيبوب ما كانش موجود. الله، كان الترجي هو كيفش؟ هو الأعلى كيفش؟ وهو اللي سيطر وهو القوي. لا 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 إلى حد التغيير استعملش عبارات ما إيش في مكان هذا، معناها لا احنا تحطوا في الرياضة وتحكي على الرياضة. لا 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 في الملاعب الترجي يعني انتصارات وقحة، ساعات الانتصارات تاعنا مهيمنة، انتصارات وقحة سميها انتصارات وقحة. أنا معاك انتصارات وقحة ودائما مشكوك فيها لأنه بسبب سليم شيبوب. كيف نجاوبكش؟ حر انا ولا علاش ما نجاوبنيش؟ ما نجاوبكش علاش ما تجاوبنيش؟ سؤال معقول شرع نغادروا سيدي انا خاطر نبهتك وقلت لك ما ندخلوش في اللعب. هذه المباراه واليوم في قرية التنظيم حرام انك بحكم بصافره مثل هذا اليوم، يعني عيب على بلد مثل تونس ماشي المونديال حكم مثل هذا متحيز. ضربه جزاء من الخيال، ضمن في عيد الحب هو هدا هديه للترجي. ترجي شنو ترجي الرشوة؟ il me raconte des histoires son commissaire là, il me disait que c'est le meilleur arbitre africain. C'est ça le meilleur arbitre africain pour vous? C'est ça le meilleur arbitre africain? Mais l'espérance de Tunis a une très grande équipe, mais gagner sur le terrain, nous ne sommes que l'équipe d'il y a 3 ans, nous sommes déjà dans la Ligue des Champions, mais gagner honnêtement l'espérance de Tunis. Sinon vous, pourquoi vous n'étiez pas sur le banc? Je ne suis pas sur le banc parce que je ne suis pas encore qualifié. Je ne suis pas encore qualifié. Vous savez que j'ai remplacé quelqu'un. Il faut que je sois qualifié. Mais là, j'aurais été même sur le banc, ça changerait quoi? Des gens malhonnêtes comme ça, ça changerait quoi? Pour vous, vous avez été lésé par l'arbitre? Oui, on a été lésé par l'arbitre. Et c'est très grave. C'est très grave parce que c'est une honte pour le football africain. Vous croyez que le football africain ne progresse pas à cause de quoi? À cause de ce genre de choses. À cause de ce genre de choses. C'est inadmissible. On n'a pas besoin d'aider l'espérance de Tunis. On n'a pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un club qui date de plus de 1000 ans. Ce n'est pas normal qu'on aide un club comme ça. Et on défend un petit club qui a 3 ans d'âge. C'est inadmissible. Vous trouvez ça bien? Oscar Filloni, فاش رقم بولي من العيار الثقيل من اللي تكلم على محاولات مسؤولي الترجي التونسي باش يقدموا له رشوه من اجل التهاون في نهائي كاس عصبه ابطال افريقيا بين الرجاء والفريق التونسي. La preuve que moi je suis pas un corrupt. C'était la preuve dans la Coupe d'Afrique contre l'Espérance de Tunis. والدليل على انني لست فاسدا قبل مباراة الرجاء أمام الترجي في نهائي عصبة الأبطال، حاول مسؤول الفريق التونسي تقديم رشوة لي من أجل الخسارة. طلبوا مني أن ألعب بطريقة مغايرة فرفضت. طالبوا مني أن ألعب بطريقة مغايرة عما تعودنا، أن أقدم لهم معلومات عن فريق الرجاء. اتصلوا بي شخصيا ورفضت فضح الأمر وهددتهم بالاتصال بالشرطة. هربوا بينا
عطانا ثلاث ربح قصرنا ثلاث برا. قلنا اذا كان باش نخليو منزع واسع باش يهزونا ويجيبونا ولوتي ويهزونا على اليمين وعلى اليسار ويفشخونا كما فشخونا في الاسماعيلي. قال لي مخ شنو هاي؟ قلت له صغروا الملعب. بين الجنوب بغيتي انا شنو؟ مش قاعد نعمل انا غادي شنو عساس انا عساس على الفارق كله كل ما يدير زبالنا الزنقه كنت عادي انا نعرفها ونعلم عليها. باش خلينا نفتح اللي يفكروا اش يفكروا. قلت له يا اخي صغرنا جوج ميتو اللي صغرنا الميتو في المنزه انساء ما وخرش الخط نتاع الناس ما كانش نتاع كورنير. احنا جاتنا الكوره كورنير اسكندر سويح جاب الشوط كورنير يلقى في اللاعبين نتاع الاسماعيلي على الاساس مات مش انا في مات. يا ولدي وخر قولوا لي احنا على الخط يا ولدي وخر قولوا لي احنا على الخط. يا اخي زور زادي قال لي شنو صغرنا في الملعب؟ قلت له في روحك وسكت على روحك ما يهمكش صغرنا ولا كبرنا. لازمه للاسف. وحتى وزير الشباب والرياضه المغربي السيد منصف بالخياط يعني عبر عن عمق العلاقات المغربيه التونسيه وان هذا الحدث يعني لن يزعزع علاقات بين بلدين شقيقين ولكن لابد ايضا من اخذ اجراءات مع من تسبب في جرح وضرب وتعنيف واستخدام الغازات مع الجماهير المغربيه التي جاءت وشجعت بكل روح رياضيه وبالعكس حتى الجماهير الترجي التونسي يعني تستحق ترفع لها القبعات شجعت بروح رياضيه صفقت للاعبين المغاربه وهم يصعدون لمنصة التتويج ولكن هذه التصرفات تعتبر مستغربة وليست يعني من شيم البلد شقيق كتونس وهذا ما أكده أيضا المسؤولون التونسيون. بحمد الله استجوبنا الأطباء الذين قاموا بمعالجة الجرحى المغاربة والمصابين قالوا أن أغلب الحالات هي حالات جيدة من استدعى نقله للمستعجلات للمستشفيات التونسية لأخذ بعض الإجراءات الطبية وبعض الأدوية ولكن بحمد الله يعني ليست هناك إصابات بليغة جدا لكي نطمئن أيضا نطمئن الجماهير التي حضرت الى هنا الى تونس. بحمد الله ستتم اتخاذ الاجراءات اللازمه هذا ما وعد به المسؤولون التونسيون وايضا بالنسبه للمسؤولين المغاربه حتى مسؤولين الوداد اشهد بالعلاقات الثنائيه بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي وايضا قالوا لابد على من تسبب بمثل هذه الافعال ان ياخذ جزاءه. وعلى العموم مباراه مرت ولقب للترجي سيمثل الرياضه العربيه سيمثل الرياضه المغربيه في كأس العالم للأندية هنيئا بهذا اللقب ونتمنى كل التوفيق لنادي الوداد في كل الاستحقاقات المقبلة بسام بإذن الله. طبيعي وضربة جزاء خيالية إذن على العموم سيناريو محبوب للحكم لإقصاء المنتخب المغربي. إذن خمسة دقائق لم تحتسب المنتخب التونسي استفاد من قرارات ظالمة للحكم المنتخب. إذن على العموم تنتهي هذه المواجهة على إيقاع يمكن أقول بأنها ما زال تحكيمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. للأسف نحن في سنة 2015 وما زلنا نتحدث عن الأمر. إذن مشاهدي الكرام أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى أن ألقاكم. أشاهدوا الآن الصورة للشرطة. إذن العموم أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك صافرة حكم المباراة الدولي المصري إبراهيم نور الدين تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بتقدم أو فوز المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء. هي مباريات الديربي هي المباريات العربية كانت تسير بشكل جيد حتى اللحظات الأخيرة. عموما مشاهدينا متابعينا في كل مكان قمة العربية تنتهي بفوز المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء هنا في الملعب الأولمبي برادس. على الود والمحبة بدأت نتمنى بأن تنتهي كذلك كما هي دائما المباريات العربية والروابط العربية التي تجمعنا من المحيط إلى الخليج. نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل أحداث هذه المواجهة. دوحة مع الزميل هيكل الشعري مبروك طلال القرقوري أردت سامي الطرابلسي. مشاهدينا دمتم بحفظ الله ورعايته إلى أرضية الملعب أو إلى الاستوديوهات التحليلية مع الزميل هيكل الشعري. هيكل تفضل. Thank you.
السلام عليكم الاخوه والاخوات. بعد مباراه نهضه تبركان وفريق الصفاقسي من دوله تونس، كما كتشوفوا الاعمال الشغب اللي قاموا بها لاعبي فريق الصفاقسي، ولو لمكتمو السير ديالو داخل الملعب البلدي او من طرف التصرفات ديالهم مع باقي كما نقولوا يعني الامن ديال لابون. تكربصوا بزاف على الملعب البلدي كما كتشوفوا. هذه هي المخلفات، هذه هي المخلفات ديال لاعبي فريق نهضة تبركان. يعني هذا هو حسن الضيافه، هذا هو كرم الاخلاق اللي وفرته لهم يعني اداره نهضة تبركان. كما كتشوفوا يعني تصرفات غير اخلاقيه، يعني ما الانسان يعيا انه يتكلم ويعبر ولكنه ما عنده ما يقول. ها هو الارضيه، شو الارضيه كيخلوا الارضيه ديال الملعب. ها هي هذه الارضيه، دون الحديث على يعني الاداء ديالهم، لا من الحراس ديال الامن ولا من اللاعبين ولا من الجمهور ولا من تمشي حاجه. تكسير بعض الانابيب، يعني اسلوب غير اسلوب منحط. انبوب ديال الماء تم التكسير ديالو، يعني تصرف يعني لا يموت لاخلاق الرياضه بصفه. او حلوا المشاكل مسكين العامل ديال بلد البركان، ما عرفنا ما نقولوا في هذه المسائل.